أيها الأخوة، آتى المال على حبه، من أحق الناس بالعطاء؟ ذو القربى، حتى أن بعض الفقهاء يقول لا تقبل زكاة مال من مزك وله أقارب محاويج، والإنسان أعلم بأهل بيته، أعلم بأقربائه، يعلمهم حقيقة، أوراقهم مكشوفة، ما في مشكلة، ما في احتيال، ما في كذب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شجع المؤمنين على أن يتكافل بعضهم بعضاً عن طريق إعطاء الأقارب، لأن العطاء للقريب هو صدقة وصلة في وقت واحد، صدقة وصلة. وليس من الضروري أن تقول لقريبك، لأخيك، لأختك، لابنة أخيك هذه صدقة، أو هذا من زكاة مالي، هذا شيء لا يرضي الله عز وجل. لك أن تقدم هذا المبلغ الذي هم في أمس الحاجة إليه بطريقة أو بأخرى، بطريقة هدية في مناسبة ولادة، في مناسبة نجاح ابن، في مناسبة شراء بيت، في مناسبة عقد قران. من قال لك ينبغي أن تقول لهذا القريب وهو قريبك، أقرب الناس إليك، هذا من زكاة مالي؟ الله عز وجل جعل أولى الناس بعطائك من هم حولك، تعرفهم حق اليقين، تعرف حاجتهم، تعرف خفاياهم، أوراقهم مكشوفة، كل شيء تعرفه، فإن أعطيت هذا القريب يعني جعلت المال في موقعه. ولكن هناك انحرافان في إعطاء المال، أناس لا يحبون أن يعطوا أقرباءهم إطلاقاً، كل أموالهم للآخرين. طيب هذا ابن أخيك على مشارف الزواج، هذه بنت أخيك تحتاج إلى عملية جراحية، ووالدها موظف ودخله محدود، طيب هي أولى الناس بهذا، يعني يحب أن يعطي الآخرين، وهي حالات والله موجودة بعدد كبير، يعني شديد البخل على من يلوذ به، كثير السخاء على من لا يعرفه. بالمقابل لا يمكن أن يعطي شيئاً لغير أقربائه، يعطيهم الأشياء الثانوية غير الأساسية من أجل أن يحل مشكلاتهم الفرعية والتحسينية لا الضرورية. يعني نسأل، يعني في رمضان أسأل مئات الأسئلة، أنه أعطي لبنتي ناقصها براد مثلاً، أعطي بنتي ناقصها تجدد غرفة ضيوفها مثلاً، يريد أن يضع هذا المال في أقربائه ولو كانوا غير مستحقين، هذا انحراف ثاني. لا بد من الموازنة. أيها الإخوة، أكاد أقول إن في الإسلام ضماناً اجتماعياً أساسه القرابة أو الموقع. الله أمرنا أن نتكفل جيراننا، والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. ففي علاقة موقع جغرافية وفي علاقة قرابة، فإذا تكفل كل منا بأقربائه، يعني إذا واحد الله عز وجل أكرمه بمال وفير وتعهد الشباب في أقربائه فزوجهم، هيأ لهم أعمال، هذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، يعني كأنه في تكافل اجتماعي. إذاً آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني المساكين والفقراء كما قال علماء التفسير، الفقراء والمساكين هاتان الكلمتان أو هذان المصطلحان إن اجتمعا تفرقا وإن تفرقا اجتمعا، يعني الله قال إذا قال المساكين فقط يعني الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء فقط
الفقراء والمساكين. وإذا قال الفقراء والمساكين على اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول الفقير هو الذي لا يملك شيئاً، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله، وفي رأي معكوس المسكين هو الذي لا يملك شيئاً والفقير هو الذي لا يجد حاجته. على كل، في إنسان دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية، سمه مسكين أو فقير لا فرق، وفي إنسان لا يملك شيئاً، عاجز يحتاج إلى إنفاق كامل. على كل، مصارف الصدقة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع في الطريق والذي يسألك، وفي الرقاب، يعني حينما كان هناك فتوحات إسلامية وإنسان أخذ أسيراً ليدخل مدرسة الإسلام العملية فأصبح مؤمناً، ينبغي أن يعتق نفسه بمال يدفعه لسيده أحياناً، أو السيد قد يعتقه بلا مال بلا مقابل. على كل، إنفاق المال على نقل الإنسان من العبودية إلى الحرية هذا أيضاً مما أمرنا به. لكن هناك إشارة لطيفة جداً، حينما كلفنا ببعض الكفارات بإعتاق رقبة فقال فمن لم يجد، يعني سيأتي يوم ينتهي هذا النظام في الأرض. كان في نظام عبودية الأفراد، الآن في نظام عبودية الشعوب بأكملها، والسائلين وفي الرقاب الآن. وأقام الصلاة، الصلاة حركة، الإنسان أيام يقول لك أنا عم أتأمل بالله، بس التأمل مو حركة، أما الصلاة توضأ وصلى، وقد يصلي وهو متعب، وقد يصلي وهو مسافر، فالصلاة حركة، بس إيتاء المال عبادة، عبادة مالية، أما الصلاة عبادة شعائرية، في عبادة بدنية كالحج، في عبادة مالية كالزكاة والصدقة، في عبادة شعائرية كالصيام والصلاة، وفي عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والإحسان إلى الجار والوفاء بالعهد. في عنا عبادة تعاملية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة شعائرية. وأقام الصلاة، الآن دققوا، طيب هذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء لا علاقة له بالآية السابقة، فرض، هذه فرض على كل غني. يعني للتوضيح، أنت في عليك ضريبة لا بد من دفعها، وإلا في غرامات وفي جزاء، في مساءلة قانونية، فإذا أديت زكاة مالك أنت نجوت من العقاب فقط. هذه فرض، فرض في مال الأغنياء للفقراء، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الزكاة أيها الإخوة تؤخذ ولا تعطى، بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم، تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تزكي الفقير يشعر بقيمته في المجتمع، تنمو نفسه، هناك من يهتم به، هناك من يرعى حاله، هناك من يساعده، هناك من يقلق له، وتزكي نفس الغني فيرى أثر عمله، ابتسامة الأطفال حينما تعطي أباهم مالاً وفيراً في أيام العيد مثلاً، عند الحاجة، في أوقات المحن. لكن إنفاق الزكاة فرض واجب على كل غني، بينما إنفاق المال على حب الله عز وجل، حباً بالله أو حباً بالمال، أو إنفاق أحب المال إليك، أو الإنفاق حباً بالإنفاق،
أربع معاني: إما لأنك تحب الله أنفقت هذا المال، أو لأنك تحب المال أنفقته وأنت تحبه وبهذا ترقى، أو لأنك أنفقت أحب المال إليك، أو لأنك أنفقت المال حباً بالإنفاق، وهذا تصعيد رائع جداً للإنفاق. على كل هذا الإنفاق لا علاقة له بالزكاة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة. يعني الآن سؤال: أنت أديت زكاة مالك بالتمام والكمال، ولك جار مسلم بحاجة ماسة إلى عملية جراحية، ماذا تقول له؟ أنا أديت زكاة مالي. لا، في المال حق سوى الزكاة. وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم هي الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، من دون كلمة معلوم، هي الصدقة. يعني إنسان دفع الضريبة، ما بعتقد تقام له حفلة تكريم أبداً. عليك ضريبة للمالية، أديتها، أخذت إيصال بالوقت المناسب، ما بعتقد يقدم لك كتاب شكر ولا حفل تكريم. أما أنت أنشأت مستوصف وقدمته لوزارة الصحة، والله في إنسان قدم بناء ضخم ليكون جامعة في بعض المحافظات، والله يقام له حفل تكريم ويشكر بكتاب شكر. فالزكاة فرض، إن أديتها نجوت من العقاب، لكن الصدقة تطوع. الزكاة قسرية، أما الصدقة طوعية. فلذلك جاءت كلمة الحب: إنفاق المال الذي تتجاوز به الزكاة المفروضة، هذا دليل حبك لله عز وجل، ودليل تعلقك بما عند الله عز وجل. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الآن أيضاً في حركة، الحركة الأولى مالية، الحركة الثانية شعائرية، أقام الصلاة. الحركة الثالثة مالية بس مفروضة، وآتى الزكاة. الحركة الرابعة وعدت أن تنفق، يجب أن تنفق، وعدت أن تنفق، يجب أن تنفق. يعني لا إيمان لمن لا أمانة له، دققوا الآن، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولكن البر من آتى، يعني آتى يعني أعطى، لكن يقال آتى لمن كان المال من كسبه، أو أتاه بطريق مشروع، آتيته مالاً من مالي. المال ما ينتفع به، المال ما ينتفع به، ما يتمول. وقد أودع الله في قلوب البشر حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا. ولولا أن الله حبب المال إلينا لما كان من جدوى من إنفاقه، ولما كان إنفاقه قربة إلى الله عز وجل. لأن الله حبب المال إلينا كان إنفاقه قربة إلى الله، لأنك تنفق شيئاً تحبه، لأنك تنفق شيئاً أنت حريص عليه. إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً. يحب المال، يحب جمعه، يحب ادخاره، يحب كنزه، يحب أن يتباهى به، لأن الله ركب في الإنسان حب المال، وأمرنا بإنفاق المال كي نصل إليه، وكي نرتقي إليه، وكي نصل به إلى الجنة. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
هذا الجانب العقدي، الاعتقادي، العقيدة، الجانب الحركي السلوكي الذي يجسد الجانب الاعتقادي الذي يؤكد. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. أيها الإخوة الكرام، دققوا في كلمة على حبه. آتى المال وهو يحب المال، شيء إن أحببته أردت أن يكون لك، أردت أن تقتنيه، أردت أن تضمه إليك، أردت أن تدخره لأنك تحبه. العمل حركة معاكسة لميل النفس، وهذه الحركة المعاكسة لميل النفس هي ثمن الجنة. حركة معاكسة لميل النفس، امرأة جميلة إن نظرت إليها مشيت مع رغبة النفس، مع هوى النفس، فإن غضضت البصر عنها قمت بحركة معاكسة لميل النفس، هذا هو ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل أودع في الإنسان حب المال بنص قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ذلك أن المال كما قال بعضهم مادة الشهوات، أنت بالمال تشتري أي شيء، تشتري البيت والسيارة والأساس، وتجلس في المطعم وتأكل، وتلبس أجمل الثياب، وتسافر بالمال. فالمال قيمة مطلقة، هو المال قيمة الجهد البشري. إنسان صنع شيء بجهد عضلي أو جهد فني أو جهد علمي، واستغرق مال ووقت، تشتريه أنت بألف ليرة هذا الجهد. هذه القطعة اشتريتها بألف ليرة، أنت ماذا فعلت؟ اشتريت جهداً علمياً أو فنياً أو عضلياً بهذا المبلغ. إذاً المال قيمة مطلقة لكل الجهد البشري. الهاتف يشترى بالمال، والثلاجة تشترى بالمال، وأن تجلس في فندق وأنت مسافر هذا مقابل مال تدفعه. فالمال قيمة مطلقة، ما يتموله الإنسان، ما يدخره، ما كان محبباً إليه، ما جعله الله يعني قيمة مطلقة لكل شيء لحكمة أرادها الله عز وجل. بتعريف الفقهاء المال ما ينتفع به، له معنى واسع جداً. البيت مال، الكرسي مال ينتفع به، كأس الماء مال، هذه المسجلة مال ينتفع به مباشرة. على كل، إذا أطلق المال انصرف إلى النقد، يعني هذه الورقة التي كتب عليها ألف ليرة، أو إلى الليرة الذهبية أو الفضية أو الأوراق الأخرى، العملات الأخرى، يعني هذا اختزال للشيء الذي ينتفع به، اختزال أو قيمة مطلقة لما ينتفع به، هو هذا الورق أو هذا النقد أو هذا الذهب أو تلك الفضة. آتى المال، آتى المال وهو يحب المال، آتى المال وهو يحب المال. إذاً هذا الإيتاء في قربة إلى الله عز وجل، ما دام في حركة معاكسة لرغبة النفس أنت بها ترقى إلى الله عز وجل. ولولا أن هناك شيئاً ممنوعاً يجب أن تمتنع عنه وأنت تحبه، أو أن شيئاً ينبغي أن تفعله على كره منك، لما ارتقيت إلى الله عز وجل. المعنى الأول: آتى المال على حبه، يحب المال فأنفقه فارتقى بإنفاقه. المعنى الثاني: آتى المال، آتى من المال ما يحبه، لم يطعم طعاماً فاسداً، أو يقدم شيئاً بالياً، أو يقدم شيئاً سقط من نظره، لا، آتى المال
آتى من المال ما يحب يعطي أفضل شيء من ماله، أطيب طعام، أجود ثياب، حتى الصدقة العملة الجديدة يعطيها. نعم. طبعاً في عنا قاعدة اقتصادية أن العملة الجديدة تطرد العملة الرديئة، فالإنسان يدفع أيام العملة المهترئة، أما المؤمن على عكس ذلك، إن أراد أن يدفع صدقة ينتقي الشيء الجديد منها. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، آتى المال على حبه، أي على حب الإيتاء. ولماذا يؤتي المال؟ لكسب مرضاة الله عز وجل. إذن آتى المال وهو يحبه، وآتى من المال ما يحب، وآتى المال وهو يحب الإيتاء. قيل لأحد الكرماء، وقد سألته امرأة عطاءً أعطاها فوق ما تتمنى، فعاتبه بعضهم قال إنها كان يرضيها القليل، وهي لا تعرفك أنك كريم، فقال إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. آتى المال على حبه، على حب المال، وعلى أحب شيء من المال، أو على حب الإيتاء تقرباً إلى الله عز وجل. والمال الشيء الذي ينتفع به، وبين قوسين العلماء فرقوا بين الكسب وبين الرزق. الرزق ما انتفعت به فقط، والكسب ما كسبته ولم تنتفع به. يعني القميص الذي ترتديه هو رزق، والسرير الذي تنام عليه هو الرزق، وهذه الزوجة هي رزق، وهذه الصحة هي الرزق، أما المدخرات التي في اسمك أو في حسابك أو في صندوقك ولم تنتفع بها، هذا كسب وليس برزق، لأن الكسب تحاسب عليه ولم تنتفع به، بينما الرزق تحاسب عليه وقد انتفعت به.